تحمله كفتا الميزان على انصاف همه الشعري وحين يرفل كالبنفسج وحده بحزم قاتل ورقه مطر يهمس صار القلب بيت عباده ويعلن الوجد انشوده الحرف العاشق بين الكلام الذي يعنينا مثله واكثر والشهوه التي جرته الى حتفه صارت الاوطان عصيه بطعم السفرجل وصار القول طريا كرضاب على ظرف رساله عاديه متمرد على كل واردات البريد الالكتروني الشاعر الذي نزع حرفه من تحت مطرقه المحكمه ومن صمت المظلومين حين اخبرته والدته ان للظلم مذاق البرد والريح والانتظار والوحده هو هكذا ولأنه هكذا وجدنا انفسنا قادمين اليه بكل ما اوتينا من شغف فخصنا بوقت نقدر انه غال. اهلا ومرحبا بكم احبتنا الى حلقه جديده من برنامجكم مبتدا الكلام، اسمحوا ان تتعرفوا الى ضيفنا في الدقائق الاتيه. الدكتور والشاعر عصام تكروري. دكتورة في القانون العام اختصاص دسترة القانون الدولي من جامعة السوربون في فرنسا. دبلوم اللغة الفرنسية الحقوقية من فرنسا. هو محامي استاذ في فرح نقابة المحامين في دمشق. رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق. عضو مؤسس وباحث لدى العديد من مراكز الابحاث عضو اللجنه الدستوريه الموسعه عن المجتمع المدني محاضر في كليه الحقوق جامعه دمشق والمعهد الدبلوماسي والمعهد الوطني للاداره لديه كتابان جامعيان بالمشاركه قيد الصدور كتاب الحقوق والحريه العامه وكتاب القانون الدستوري والنظم السياسيه نشر العديد من الأبحاث في القانون الدولي والقانون الدستوري والقانون الجنائي الدولي. كاتب في العديد من الصحف والمواقع العربية والمحلية كالسفير، الأخبار، الأيام السورية، الوطن وهاشتاج سوريا. معد ومقدم لبرنامج المنبر السوري، برنامج سياسي قانوني ثقافي على إذاعة نينار وتلفزيون هنا سوريا. من إصداراته الأدبية كلام يعنيني شهوة تجرني إلى حتفي أوطان بطعم السفرجل أنا وقت بكتب القصيدة بكتبها بمسؤولية أكثر ما تكون بحرية، الدهشة هي معيار ما إذا كان ما نكتبه شعراً أم أنه شيء آخر، قصيدة يعني هي بنت الشارع هي بنت المصنع، هي بنت البار، التأملات الحياتية يجب إعادة ربط الشعر بالفلسفة الدكتور والشاعر عصام تكروري أهلا بك مرحبا بك الشاعر والدكتور عصام التكروري رئيس قسم القانون العام في كليه الحقوق في جامعه دمشق، نورت منبر مبتدا الكلام. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا للجهد الواضح باعداد المقدمه واعداد التقرير، شكرا لكل لك شخص سعد باعداد التقرير لانه فعلا كثير مكثف وكثير حبيته، شكرا جزيلا دكتوره. نحاول ان نليق بكم دكتور، اسمح لنا ان نفتح باب سيرتك الذاتيه والادبيه ولكن بعد الفاصل، تفضل. <applause> دكتور دعنا نبدأ مما قيل في المقدمه، الشاعر الذي اخبرته امه ان للظلم مذاق بطعم البرد والخوف والوحده، كيف يعاين الحقوقي طعم الظلم اليوم؟ حقيقه سؤال محوري ويرتبط بمرحلتين من الحياه، مرحله الطفوله وقت بيكتشف الشخص اول ظلم يمكن انه يقع عليه وكيف بيتم التعامل معه من قبل الاهل من جهه، ومرحله عندما يكون هو في موقع المدافع عن الظلم. <applause> بعتقد بالنسبه للمرحله الاولى اكيد دور الابوين بيلعب دور كثير مهم وانا بعتقد انه يعني في حادثه ذكرتها على احد القنوات لعبت دور كثير كبير بانه تحسسني شو هو معنى الظلم وطريقه التعاطي معه طريقه التعاطي معه يعني يجب ان تكون بطريقه حازمه لسبب بسيط لانه النفس أه البشريه بتعتاد الظلم اكثر ما تعتاد العداله بتقديري بمعنى انه تراكم الظلم على النفس البشرية ممكن بمرحلة من المراحل يول يعني يخلق طبقة في الوعي وفي اللاوعي تصبح أقل حساسية تماما لمسألة العدالة ومن القبول لذلك إذا لم يكن الأهل ونحن نتحدث اليوم عن القناة الفضائية التربوية إذا لم يكن الأهل واعين بهذه القضية إذا لم يكن لديهم فعلا إحساس بأهمية أن يعلموا أولادهم مفهوم العدالة ومفهوم رد الظلم أعتقد أنه أننا سوف نساهم في خلق جيل معوق بمعنى بالمعنى القانوني وبالمعنى الحقوقي من هنا أستطيع أن أقول بأن مسألة الظلم يبدأ بشكل شخصي ثم يعمم الموقف من الظلم أعتقد هو موقف من الحياة تماما مثل الموقف الذي يتخذه الشعر تجاه العالم، الشعر بالنهايه هو موقف وجداني، والشعر يتحدث عن الظلم، وعندما نتحدث عن الظلم نتحدث عن مواقف وجدانيه يمكن ان تمر بنا، ولكن بالنهايه يجب ان يكون لدينا موقف وحاسم منها. نعم، يعني نحار بين رهافه الشعر عند الدكتور عصام وبين الحقوقي الصارم وهذا ضروري يعني الحق يحتاج الى كل الصرامه هل اثرت باريس في حرف عصام التكروري كما خرجت لنا الحقوقي بشهادتي الماجستير والدكتورة؟ حقيقه يعني انا عندما يعني اسال اكثر من مره حول هذه المساله ولكن ليست بهذه الصيغه الجميله التي طرحتيها لحضرتك دكتوره زينه عندما نقول باريس نقول دمشق وعندما نقول دمشق اليوم نشعر بغصه غصه شديده دمشق اليوم هي أجمل بأحلام العقل هي أجمل في اليوتيبيا اليوتيبيا التي يمكن أن نكسوها إياها وبالتالي ننظر إليها من خلالها أما دمشق اليوم فهي كارثة هي كارثة إنسانية لأنها تعني الإنسانية ككل ولا تعني فقط ساكنيها ولكن للأسف سكانها قلة منهم قلبهم عليها نعم قلة منهم قلبهم عليها بخصوص باريس وفي في في العديد من القصائد التي كتبتها وحتى في المقطوعات التي كتبتها في أوطان بطعم السفر ذكرت باريس وذكرت دمشق ولكن أنا مصر أن أقول بأنه من تسكنه باريس صعب أن تسكنه مدينة أخرى يعني أثرت في الحرف كما يعني نجد دائما هناك ما يوحي إلى الحياة أكيد في أثرت 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 أعتقد يعني دمشق اليوم عندما تؤثر في حرفي تؤثر فيه بمعنى الوجع. باريس تؤثر فيه بمعنى الواقع المشتهى لدمشق. حقيقة الطالب الذي عاد يعني الذي عاد الى كليه الحقوق استاذا جامعيا، ما الذي بقي في ذاكره الاستاذ الجامعي وهو يتعامل بكل هذه المحبه ويكسب هذه المحبه من الزملاء ومن الطلاب، ما الذي يعلق في ذاكرتك من ايام الطفوله من ايام الدراسه الدراسه, الدراسة نعم. أه طبعا ايام الدراسه كانت حافله، المساله الحقيقيه، المساله التي ارغب دائما في التركيز عليها ان ان قانون البعثات العلميه السوري هو فعلا قانون وفره هو قانون مكتوب بعقلية الوفرة وهو من القوانين السورية النادرة المكتوبة بعقلية الوفرة أغلب القوانين السورية المتعلقة بالشأن العلمي والشأن التعليمي وتحديدا مسألة التعويضات التي يتقاضاها الأساتذة الجامعيين على تحكيم الأبحاث أو على مسألة الكتب التي ينشرها جميع هذه النصوص القانونية مكتوبة بعقلية الشح لذلك نلاحظ دائما أن هناك فعلا تردي في مستوى الابحاث التي يتم نشرها في سوريا من قبل الباحثين السوريين، تردي في مستوى العلم واكاد اقول بان ليس هذا هو طموحنا عندما درسنا في الخارج، عندما مول دافع الضرائب السوري مشكورا دراستنا في الخارج لنعود في الى سوريا وندرس طلابنا. نريد ان ندرسهم طريقه حياه عشناها في الخارج بمقدار ما نريد ان نعطيهم العلوم التي عشناها، ولكن اعتقد اليوم نحن امام لن اقول كارثه ولكن امام وضع صعب جدا يصل الى درجه الماساه لجهه الدرجه التي وصل اليها التعليم في سوريا نتيجه وجود عقليه شح صاغت العديد من القوانين التي منعت الاستاذ الجامعي من ان يساهم بشكل فعال وبشكل كبير في ان يرفض المكتبه العلميه السوريه بكل ما يمكن ان يكتب بكل ما يمكن ان يقال على صعيد أصبح التعليم أصبح البحث أصبح البحث العلمي بهدف الترفع فقط وليس بهدف فعلا الافاده من هذا البحث صحيح. لخدمه المجتمع صحيح. ولخدمه كل الجهات حضرتك المتزل. دكتوره دكتوره زينه وتدركين تماما ان الكارثه التي نعيشها في في مجال التعليم العالي في سوريا هو هذا التشابه الكبير ما بين الابحاث التي تنشر، هذا التشابه الكبير ما بين رسائل الدكتوراه والماجستير التي تنشر. انا مع ان يكون هناك نظام اكثر حزم في مساله التسجيل في الماجستير والدكتوراه. ليس من خلال تعطيل هذا التسجيل وقذفه الى الامام وتاخيره من خلال جمله من الاجراءات التي لا علاقه لها بالقانون. ولكن من خلال وضع نظام حقيقي يبدأ من التركيز على مسأله ان يكون هناك فحص انتاج علمي للطالب الذي يرغب بالتسجيل بالدكتوراه نعم والتركيز على مسأله انه لا يمكن لطالب ان يحصل على الدكتوراه بدون ان يكون مؤهل علميا من الناحيه اللغويه يجب على كل طالب دكتوراه قبل ان يسجل في الدكتوراه ان يكون متقنا تمام الاتقان لاحد اللغتين اللغة. الانجليزيه نعم. او الفرنسيه لان اللغه هنا اتحدث عنها اللغه هنا اداه معرفيه واداه علميه يعني في حال انه لم يتقنها لن يرفض البحث العلمي في سوريا نعم. بشيء هذه المساله يبدو ان القائمين على مساله البحث العلمي لا يعيرون لها اي انتباه هناك شهاده تمنح نعم ولكن هذه الشهاده اعتقد بمستويات يمكن لطالب البكالوريا ان يجتازها يعني هو موضوع البحث العلمي وموضوع التعليم يعني ذو شجون كثيره ولن نذهب باتجاهه بشكل كامل ليكون لنا الوقت لنتحدث عن كل حيثيات الشعر والجمال لدى الدكتور عصام التكروري ولكن لدي سؤال حول اختصاص دستره القانون الدولي من جامعه السوربون في فرنسا لما هذا الاختصاص وكيف سخر هنا في سوريا حقيقة, حقيقةً منه في سوريا هنا؟ يعني أنا عندما أفدت أفدت لتحضير الدكتوراه في القانون الدستوري كان المجال المقارنة لدي لبنان وفرنسا من خلال تجارب المجالس الدستورية في عام 2005 حصل ما حصل في لبنان بعد اغتيال رفيق الحريري وتعطل المجلس الدستوري في لبنان في ذلك الحين كان هناك اختصاص جديد في القانون الدولي كان يعني بدأ يظهر ومضى عليه حوالي خمس سنوات. وهناك باحثين يشتغلون عليه. هذا الاختصاص هو ببساطة يقول كيف يمكن لقواعد القانون الدولي أن تؤثر أو أن تحدث طفرة مؤسساتية في دساتير الدول بطريقة تجعلها خاضعة أو أنها تخرج عن المسار الوطني الذي اختاره شعبها درست هذه المسألة من خلال واقع المجلس السوري اللبناني ومن خلال محكمة الحريري التي فرضت بقرار دولي وأدت إلى إسكاء الحرب الطائفية الموجودة في لبنان والتي ما زالت إلى اليوم مستمرة بشتى الأشكال حقيقة عندما كنت أدرس هذا الاختصاص لم يخطر على بالي للحظة واحدة أننا سوف, سوف يتم استخدامه في بلدي الحبيب سوريا ولكن انا عدت في نهايه عام 2010 ولكن تعرفين اليوم بعد عشر سنوات من الحرب كل الثقل الدولي يتركز على مساله كيف يمكن ان نخلق دستور سوري تحت رعاية أممية من الأمم المتحدة وبقرار دولي من مجلس الأمن الدولي حتى نستطيع أن نحدث طفرة مؤسساتية تجعلنا نحصل على على ما فشلنا بحصول عليه في الميدان نحصل عليه في المؤسسات نعم. اي احداث طفره مؤسساتيه تهدف الى خلق فوضى داخل المؤسسات السوريه تحت عنوان الدستور وهذا ما يتم السعي اليه حاليا تحت مسميات عده نعم وحضرتك ناشط يعني في هذا المجال ويعول ويعول على الخبراء امثال حضرتك وحضرتك ايضا عضو اللجنه الدستوريه الموسعه في من المجتمع المدني وعضو مؤسس في التحالف الدولي لملاحقه مجرمي الحرب باحث محاضر في جامعه دمشق ومعاهد وجامعات اخرى هل هذا العمل انسى عصام التكروري الشعر يعني نحن نشهد اول اصدار لحضرتك ب 2015 صحيح آه الامر ببساطه يعني انا اعتقد بان عندما اتعاطى مع الشعر اتعاطى بعيدا عن العقل اتعاطى بالحدس ولكن عندما اتعاطى مع القانون استطيع ان اقول انني اتحول الى عقل محض بمعنى بعيد جدا عن ما يمكن ان يقال بانه عاطفه مساله التاخير بالاصدار سببه الاساسي هو انني كنت متردد وكنت اقول انه ليس الان ليس م. الان، لم تكتمل التجربه بالطريقه التي اود لها ان تكتمل، ولكن وصلت الى مرحله قلت انه ساختار مما كتبت في السنوات الماضيه وخرج الديوان الاول وكان له وقع جيد كلام يعني نعم كلام يعنيني، وايضا في مجال اخر برغم كل هذه الانشغالات الكثيره حضرتك مدرب معتمد في مجال التواصل ومهارات الخطاب والمحادثه. هل هذا من باب تسبيع الكارث دكتور عصام ام هناك سبب اخر؟ هذا سؤال سؤال جدا مهم دكتوره زينه. اليوم العالم لم يعد يؤمن بالتعليم التعليم كتلقين والقاء. بالمناسبه التعليم في سوريا هو تلقين. لا يوجد فيه بعد نقدي او بعد تفاعلي. وهذه هي نقطه ضعف شديده في مؤسساتنا التعليميه. المقصود بهذا الكلام هو انه لا يجب ان نحول عقل الطالب كما يقول ادونيس الى كشكول يكتب فيه المعلومات ثم يرددها علينا فنقول له نجحت يجب ان يتم اعتماد طريقه من تحفيز الملكه النقديه حتى لا نصل الى مرحله مرحله ما يقول عنه برنار نويل الخصاء الذهني تحريض ملكه النقد لدى المتلقي. هذه المساله للاسف غير موجوده. هذا الامر دفع الغرب الى ان يكون هناك في التعليم، لان يكون لديه مسلكين، المسلك الاول اكاديمي بمعنى كتاب، والمسلك الثاني هو تدريبي بمعنى كيف يمكن ان نتواصل مع الاخرين بطريقه نستطيع من خلالها ان ننقل معلوماتنا لديهم بطريقه اكثر علميه واكثر تحفيز للقدره على النقد. من هنا جاء التدريب. جاءت مسألة التدريب طبعا أنا خضعت دورات عديدة في الخارج في مجال التدريب وأردت أن يعني أدخل في هذا المجال لكي أفيد أكبر قدر ممكن من الطلاب أو قد أكبر قدر ممكن من الأشخاص المهتمين بهذا المجال وأعتقد أن مجال التدريب هو مجال يجب أن يتم العمل عليه وتقنينه بطريقة صحيحة لأنه اليوم بات لدينا دكاكين كثيرة تحت عنوان تدريب ومجرد أن يخضع الطالب إلى دورة واحدة دورة تي او تي تدريب مدربين ينشر أنه أصبح مدربا ويبدأ بالانخراط بالدورات والإعلان عنها لكي يدرب هذا ليس له علاقة بأي بدأنا هنا تبنينا الفكرة النيرة ولكنها عبرت ذهن متخلف فتحولت إلى متخلفة أخشى أننا أنه يجب أن يتم تقنين ذلك وأعول على وزارة التنمية الإدارية في هذه المسألة. نعم، وفي جانب آخر أيضا إعلاميا هناك يعني وجود كبير للدكتور عصام، المنبر السوري برنامج سياسي قانوني ثقافي على إذاعة نينار لحضرتك وتلفزيون هنا سوري على الإنترنت، وأيضا يعني إذا ما تحدثنا عن الصحف والمواقع العربية، السفير، الأخبار، الأيام، صاحبة الجلالة الوطن والكثير من المنابر الصحفية، ما الذي تضيفه المنصة الإعلامية لحضرتك؟ حقيقة أبد أولا يعني يجب التركيز على مسألة هو أنه في الغرب بشكل عام عندما يصل الأكاديمي إلى مرحلة من النضج العلمي يتم استقطابه من قبل المؤسسات الإعلامية بوصفه فاعل في الشأن العام وعلى أساسه يتم التعاون معه من أجل إيصال جملة من الأفكار تستند بالاساس الى فكره تطوير المجتمع او تطوير مؤسسه معينه بالاعتماد على رصيده الاكاديمي والعلمي، اي ان هناك في الخارج ما نسميه ب هناك صناعه لصناع الراي العام. هذه الصناعه غير موجوده في سوريا. نعم. تمام؟ آه واذا كانت موجوده فهي آه تصدر الكثير من الطفيليين على الشان العام والكثير من الاشخاص الذين لهم حضور اعلامي على الشاشات ولكن ليس ليس لديهم حضور على الشارع دون ان يقدموا اي فائده لذلك انا اعتقد بانه في هذا المجال من المهم ان يتم استقطاب القامات العلميه واخضاعها لدورات تدريبيه في مجال الاعلام بشكل الاعلام المرئي والاعلام المسموع من اجل الانطلاق باتجاه ان يكونوا فعلا صناع راي بالاعتماد على مخزون ورصيد في الشارع وحضرتك يعني لديك فعلا هذا القلب الجميل في الصحافه اي الصحف التي ذكرت كانت قد فتحت منبرها لجرأة الدكتور عصام التكروري وكانت على قدر الجرأة التي عرفت بها السفير وفقط السفير لماذا أه حقيقه يعني التعامل التعاون مع مع السفير استمر لحوالي ثلاث سنوات حتى تم اغلاقه للاسف اليوم أسميها جريدة السفير المغدورة حقيقة لا يجب كان لهذا المشروع الإعلامي العربي أن يلقى هذه النهاية فعلا نهاية مؤلمة كانت نعم. هذا الأمر يأخذني إلى مسألة حرية التعبير وحرية التفكير حقيقة في السفير كنت أكتب كما أفكر ولا يوجد هناك مقص للرقيب بكل بساطه في وفي بعض المقالات في الاخبار لم تكتمل التجربه يعني في مقالتين او ثلاث مقالات في الاخبار لاسباب عديده ولكن حقيقه في في صحيفه الوطن ايضا كتبت بحريه وكتبت هامش حريه جدا واسع ولكن انا لدي حساسيه خاصه من مساله الهامش انا اعتقد بان التقييد يجب ان يكون هامش في مجال الإعلام وليس الحرية يجب أن تكون هامش في مجال الإعلام لأن لأنه بالنهاية هناك علاقة جدا قريبة ما بين حرية ما بين حرية التفكير وحرية التعبير لأن حرية التعبير المحدودة وخلافا لما يقوله برنار نويل تؤدي إلى حرية تفكير محدودة يجب أن نطلق المجال أمام حرية أمام مساحة واسعة من حريات التعبير لكي نحرض حريات التفكير، عندما نقول للشخص أن هناك جملة من المحرمات لا يجوز أن تقترب منها، نقوم بتجميد جزء من قدرته على التفكير لصالح عدم الادلاء بالتعبير او بالراي ضمن هذه المحرمات وبالتالي نقلص من حرية. برغم من اهميه يعني حريه الراي في المنابر الاعلاميه ولكن يقال بان من يكتب في الصحف يعني يكتب لتموت هذه الكلمات التي كتبها او هذه الزوايا التي كتبها هل اوطان بطعم السفرجل هي جهد عصام تكروري لحفظ مقالاته في الصحافه آه آه كتاب اوطان بطعم السفرجل لا يتضمن فقط بعض ما نشرت في الصحف ولكن يتضمن استطيع ان اقول غالبيه ما نشرت في السفير. نعم. حقيقه اغلب المقطوعات انا اسميها هي مقطوعات اغلب قسم منها لم ينشر وقسم اخر نشر وتمت اعاده صياغته. نعم. ولكن المساله هو ان اوطان بطعام السفرجل ليس هو معتاد اعتاد البعض على فعله في سوريا او في اغلب الدول العربيه بانهم يكتبون في الصحافه لمده اربع او خمس سنوات ثم يصدرون الاعمال الكامله لما كتبوا خلال هذه المساله. طبعا هنا اريد ان استثني ادونيس الشاعر ادونيس. طبعا الشاعر ادونيس كتب في الصحافه العربيه والصحافه والصح... العربيه بشكل عام وتم تحويل كل ما كتبه الى كتب ولكن هذه الكتب جاءت رائعه لانه لانه لم يكن لديه فرق في التعاطي في الطاقه الفلسفيه وفي الطاقه الابداعيه بين ان يكتب نصا لكي يطبعه في كتاب وان يكتب نصا للصحافه، ادونيس نعم. هو استثناء حقيقي من المساله هي، يعني عندما نقرا مثلا النظام والكلام، نقرا النص الشعري وافاق النص القراني وافاق الشعر، نقرا مقدمه في الشعريه العربيه، نقرا موسيقى الحوت الازرق، نعم. كلها اعمال لادونيس كانت منشوره سابقا وأعادت طباعتها من قبل دار التكوين، الدار التي انشر فيها. نعم عند الشعر سامي الشعر احمد الصديق سامي احمد. نعم. و... يعني بشان اوطان بطعم السفرجه يعني تم كان هناك خلاف كبير على نوع النص الذي كتب وتقول بأنه جمع بين الشعر والقصة والرواية هذا الجمع بين عدة أنواع أدبية ألا يخفف من شأن كل نوع على حدة يعني يقال بأنه يمكن أن نجمع مثلا النثر والتفعيلة مع بعض يعني بوجود روح الشعر ولكن بين القصة والرواية والشعر كيف هذا الجمع وألم تخف أن يخفف من وطأة كل منها أو من شأن كل منها على حدة حقيقة يعني أنا أعتقد اليوم نحن نعيش في عالم تصرخ فيه البشاعة ويهمس فيه الجمال من أجل أن يصبح صوت الجمال أعلى يجب أن يكون هناك توليفة للعديد بتقديري للعديد من الفنون المولدة للجمال حتى تستطيع قادرة على أن يعلو همسها أكثر الشعر ليس لا يتوجب ان نحمل الشعر وحده مهمه التخفيف من بشاعه هذا الكون ولكن يجب ان يكون هناك توليفه يمكن ان تجمع ما بين الشعر بنوعيه علما انه أن لا اميز ما بين التفعيله وبين النثر وبين المقفى وكل كل هذه الأساس. انت تؤمن بالموسيقى تماما دائماً انا يعني. اؤمن بالموسيقى واؤمن بالدهشه نعم. لانه بالنهايه كما يقول الشعر بول فاليري ان الشعر هو تطوير للتعجب نعم. واساس القصيده هو الغناء ولكن الشعر دكتور لم يخرجك من من عباءة الحقوقي او من عباءة القانوني، يعني اذا اردنا ان نخصص القول عن اوطان بطعم السفرجل، دعنا نذهب الى يعني الى الابد وضمه، تتحدث عن الفكره عن الدكتاتوريه وايضا انا وصوفي والثوره والدب جيفاكو وعن اطفال سوريا ومعطف جوجل يعني دائما نشعر بان هناك هذه اللمسه الناقده وال يعني و نظرة الحقوق ألم يسحبك الشعر من عباءة الحقوق؟ أعتقد بأن يعني بالنسبة لي هناك عباءتين عباءة الشعر وعباءة القانون لا. حقيقة العلاقة ما بين الشعر والقانون هي علاقة وثيقة لأن الأساس الذي يقوم عليه هذان العالمان هو الفلسفة اساس الشعر الفلسفه اساسا الشعر العربي لم يتردى الا عندما تم قطع علاقته بالفلسفه وكذلك عندما افتقدنا الى القانون الفيلسوف بطنا نرى نص كبير من القوانين التي صنعه هواة في مجال هذا القانون لا ادري من اطلق عليهم اسماء حقوقيين واتحفون بجمله من القوانين كانت هي عباره عن اعاده لتدوير او تدوير للظلم الذي جاء النص القانوني على اساس بهدف ان يعاينه او بهدف ان يداريه فهذه المساله القانوني هو بالاساس القانون قائم على الفلسفه ايضا الشعر قائم على الفلسفه ولم ولم تخرج حضرتك من تحت عباءه لا الشعر ولا القانون لكن اسمح لي ايضا لنستغل الوقت مع حضرتك ايضا باوطان بطعم السفرجل الى ما ذهبنا الى سفرجل النهايات تعرض حضرتك الحوار الكامل الذي اجراه الدكتور عصام مع صحفيه والكاتبه رماح اسماعيل لموقع مدونه وطن لماذا عرض الحوار الذي جرى مع حضرتك صحفيا ما الهدف من هذا؟ أولا الحوار الموجود هنا هو ليس الحوار المنشور كاملا طبعا على الموقع موقع مدونه سوريا لاسباب لها علاقه بوجوب ان تكون الماده الصحفيه هي قصيره لذلك اثرت ان انشره بشكل اضافي الى الكتاب لسبب بسيط لانه من خلال هذا النص او من خلال انا اعتبره نصا اكثر مما اعتبره حوارا أوضح جملة من المفاهيم التي أبين من خلالها رأيي بالشعر، بالفلسفة، بحرية التعبير وحرية التفكير، وفي العلاقة الأساسية التي يجب أن تكون قائمة ما بين الشعر من جهة والعالم من جهة، الشعر كموقف وجداني والعالم كبؤرة نحاول جميعنا إما أن نساهم في ردم الهوة القائمة ما بين العالم المشتهى والعالم القائم أو أن نساهم في, في خلق عالم جديد تحمله مخيلاتنا هذا هو الهدف الحقيقي حقيقة من هذه الإضافة وأعتقد أنها هي مسألة شائعة بين الأشخاص الذين يكتبون يعني نحن إذا أخذنا على سبيل المثال كتاب نعوم تشومسكي حول الغوغائية نجد انها هي عباره عن جمله من المقابلات الصحفيه التي اجراها معه احد الصحفيين وتم نشرها في كتاب ضبط الرعاه. نعم، ولكن علمنا بانه انتقام من انه امكانيه ضياع هذه هذا اللقاء في الصحافه فودت ان يكون في الكتاب في كتاب او طعم السفرجل، وهنا ينسحب السؤال هل اذا بقيه النصوص هي نوع من انتقام حقيقة يعني أنا حريص على أن يكون لا يكون هناك استعمال لكلمة انتقام سلبيه. لأنها تنتمي نعم. إلى عالم العدالة الذي الذي لا أحبه نعم. بمعنى أن يعني عادة العدالة توصف بأنها انتقامية وهي تكون عادة انتقامية عندما يكون النص القانوني هو نص مشحف. أو عندما يكون القاضي بحد ذاته هو شخص لا يقوم بواجبه على الشكل اللائق هي ليست انتقام بقدر ما هي إعادة اعتبار لنص اعتقد انه من حق الجميع ان يطلع عليه نعم باوطان بطعم السفرجه لكي يعني نذهب الى محور اخر يعني تتحدث عن وجدت بانه فيه جراه بان تقدم لكتابك في الغلاف الخلفي بهذا الراي زواج الشعراء يحيرني ساقتبس لانه انتحار الدهشه المساخ النرجس البري الى بصل سلموني واشبه بطائر حر دوخ الشباك المتمرسه ليسقطه راع اعور بحجر طائش، يا لسفرجل الزمن الرديء، هذا الراي الجريء ولماذا اخترته ان يكون في الغلاف الخلفي من كتاب اوطان بطعم السفرجل؟ رغم المقالات المهمة جدا او النصوص المهمة جدا والعابقة بالفلسفة وبالقانون وبرد الظلم وما الى ذلك، لماذا اخترت هذا الراي؟ حقيقة هذا الأمر يعيدني إلى ما قاله ساشا قدري ساشا قدري يقول أن هناك أشخاص يستحقون ما جرى لهم وهناك أشخاص عازبون المسألة هي ببساطة يعني لها علاقة من موقف من مؤسسة وليس لها علاقة على الإطلاق من موقف من شخص تعرفي حضرتك أنه أنا محامي وبالتالي مسألة التعاطي مع القضايا الشخصية وقضايا الطلاق والزواج والنسب هذه أحد كان السؤال التخصير. نعم لكن السؤال هو لماذا م. هذا الرأي كان بالغلاف يمثل الكتاب لأنني أعتقد بأن, هنا بأن ما زال الزواج هو الهاجس الحقيقي لكل من لكل انسان ما زال حتى الان في راسه عقل نعم اسمح لنا ان نكون اكثر قربا من حضرتك شعريا في شهوه تجرني الى حتفي وكلام يعنيني ولكن بعد الفاصل تفضل <applause> اهلا ومرحبا بك من جديد الدكتور والشاعر عصام تكروري، دعنا نذهب قليلا الى العنوانات لقصائد لقصائد حضرتك، نجد منها ما يذهب الى العادي والمالوف والمستخدم او ماخوذ من اغاني، دعنا نذكر امثله عولمه، شيزوفرينيا، كذبك حلو، هي بنفسج، النظريه والتطبيق، شغف بيولوجي، ما القصه؟ هل هي مخاطبه الناس بلغتهم؟ اعتقد يعني هذا الامر ايضا يعني تعرضت له لاكثر من سؤال على اكثر مسيرة اعلاميه حول هذه المساله انا اعتقد بان هذه المساله تحسب للشعر ولا تحسب عليه بمعنى الشعر يجب ان يكون هو قريب من الناس قريب من همومهم قريب من الطريقه التي يفكرون بها دون الاسفاف طبعا دون الاسفاف لانه بالنهايه الشاعر عندما يكتب يكتب شعر ولا يلقي كلاما عاديا وفرق كبير ما بين ان يقدم الشاعر رايه بمساله معينه ما بين ان يقدمها الشخص العادي <applause> آه لكل ادواته ولكل طريقته في التعبير آه لذلك آه آه عندما آه لهي بنفسج حتى ان هناك في بعض القصائد آه هناك آه تم ادخال مقاطع لام كلثوم <applause> آه آه في قصيده آه آه صفعه ليس آه آه في كلام يعنيني في كلام في شهوة تجرني إلى الحد فيه نعم. أيها الوغد ليس من حقك هذا الرحيل نعم ف وأيضا لفيروز قصص الهوى مثل العصافير تمام وميادة بساليس تمام السبب بغاية البساطة هو أنه وهذا الأمر يعرفه يعني معروف في 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 الأدب العربي منذ القرن العاشر لان دا يعني اذا رجعنا نحن نحن الى كتاب العمده لابن رشيق يقول ابن رشيق بان الغناء هو اساس الوزن هو اصل الوزن والقافيه اذا رجعنا الى كتاب المزربان هو اذا هو يعني كم الغناء هناك هناك رابط قوي ما بين نعم. الغناء من جهه وما بين الشعر من جهه حتى الفارابي الفارابي يقول بان الشعر والغناء يقوم يعني ينتميان الى ذات الاصل اي انه الموازنه ما بين السكون والحركه وما بين الوزن والقافيه الفرابي في كتابه الموسيقى الكبير ربط كثيرا ما بين الموسيقى ما بين الموسيقى من جهه وما بين الشعر من جهه حتى ايضا شعر النبي حسان بن ثابت ايضا يعني في له اشعار وتغنى في شعر أنت قائله ان الشعر ان الغناء للشعر مضمار تكتب القصيده تقفي امام ما هو العنوان تاتي على ذهنك الاغنيه وهنا ايضا اكتافيو باس يقول ان الاغنيه هي اساس القصيده. يقول سامر اسماعيل الكاتب والصحفي والمسرحي ايضا والصديق نعم، الذي وجه له التحيه حقيقه. نعم ونوجه له تحيه كبيره، لا تغفل نصوص التكرور عن توقها الى كل ما هو شخصي في بنيته المونولوجيه هذه فيدخل الى النص بهويته الفريده وبمزاجه وبطبيعته النفسيه المضطرمه، هل هذا يؤيد ما كنا نتحدث عنه منذ قليل؟ صحيح. يعني أه الاستاذ سامر هو شاعر وشاعر جميل أه كان لي الشرف اننا تشاركنا في اكثر من امسيه شعريه أه حقيقه يعني أه حاله الاضطراب لا تنفصل عن حاله الشعر حاله القلق لا تنفصل عن حاله الشعر ليس قلق بمعنى المعرفي فقط وانما ايضا قلق بمعنى العاطفي بمعنى ان هناك حاله دائما حاله من المد والجزر أه لانه ليست كل قصيده هي قصيده اليوم هناك كم من الاشخاص و... يعني اتمنى ان تتحقق امنيه اندري مالرو الاديب الفرنسي عندما قال استطاع الفن التشكيلي ان يكنس الكثير من الطارئين عليه ويمكن يمكن للشعر ان يفعل ذلك فاتمنى فعلا الشعر ان يفعل ذلك لانه لانه اليوم هناك ليس كل كلام جميل يتم رصفه يتحول الى قصيده القصيده هي صناعه هي صناعة، هي صناعة خلافا لما قاله الجاحظ، الجاحظ كان يرفض أن تكون هنا القصيدة صناعة، لأنه يرفض التحبير، يعتبر التحبير أن هو هذا من صناعة أهل المدن، بمعنى أنه كان يقول بأنه أفضل الشعر ما كان غنيا عن التأويل. وافضل الكلام ما كان معناه في ظاهره، اي انه كان يرفض مساله التحبير او الاشتغال على القصيده. اليوم نحن بحاجه اكثر الى الاشتغال على القصيده لاننا بحاجه الى ان تكون الدهشه حقيقيه وليست مصطنعه. بنفس وبنفس السياق ايضا يقول الاستاذ سامر اسماعيل يذهب التكروري في كلام يعنيني الى اقتفاء خيط الدم الذي تركته السواطير على جثث الياسمين الدمشقي مترفعا او مترفعاً عن بساله قصيده قصيدة الحرب ومشروعية خطابها حين لا صوت الا صوت المعركة تصرخ القصيدة متكئة على توقيتها العاطفي، هنا يتحدث عن قلائد يعني عن كل الكتاب ولكن ايضا المجموعات الشعرية ولكن ايضا عن قلائد لرمادها المغدور، ووجهة نظر حضرتك حيال هذا الموضوع، كانت الحرب فعلا هي يعني محور مهم لشعر عصام تكروري في كلام يعنيني، الصادر عام عام 2015 صحيح طبعا شكرا للاستاذ سامر لهذا التقييم بكل بساطه انا وهذا كتبته مكتوب في شهوه تجرني الى حتفي الحرب لا تصنع الدمار الحرب تميط عنه اللثام فقط الحروب دائما ترينا ماذا فعلنا وتاتي بكل بساطه لكي تميط اللثام عما كنا نصنعه قبلها بجزء كبير منها لأن الدمار الحقيقي في الحروب ليس فقط الدمار المادي يعني عندما خرجت ألمانيا من الحرب كانت هناك 125 ألف بناء مدمر أو 242 ألف بناء مدمر بالكامل في سوريا اليوم هناك 125 ألف بناء أي أن ما فعلته الحرب في سوريا من دمار هو نصف فعلته الحرب العالمية الثانية بألمانيا من دمار ولكن الدمار ولكن أيوة استطاعت المانيا ان تتخطى هذه المساله بدءا من عام 1955 لكي تصبح عضوا مؤسسا للاتحاد الاوروبي لان الدمار لم يصل الى النفوس اليوم هل وصلت هل وصل الدمار في الحرب هنا اهم شيء ان يعمل عليه اعاده بناء الانسان قبل اعاده اعمار البنيه تماما. التحتيه وكل تماما. ما له على قبل هذا بحاجة. لكن م. دكتور لنذهب شعريا اكثر م. لنستغل الوقت مع حضرتك اذا ما ذهبنا الى قلائ... الى ايضا قلائد لرماتها المغدور واسمح لي ان اقرا والسرو دون مذابحكم فتلوا ما شئتم فعلا ندامتي فلن تنساكم ذاكره الغبار والصنوبر كله لكم لكن هيئوا لأسمائكم رقا تنجيكم من لعنة السنجاب يعني اعتدنا أن تكون قصيدة النثر إن هي مكثفة ولكن ليس فيها هذا الترميز أو هذا هذا اللغز مثلا لماذا لماذا مثلا لعنة السنجاب لأن السنجاب مكانه الصنوبر ويعيش بالغالب على الصنوبر ويتغدى على الصنوبر لماذا السرو والغبار؟ لأنه تعرفين أنه في المدن غالبا ما يتم زراعة شجر السرو كي تخفف وتحديدا في الأحزمة الصحراوية شجر السرو ينتشر في المناطق المحاذيه للصحراء، نعم. ينتشر بكثافه لكي يخفف من الغبار الذي يمكن ان تثيره العواصف الغباريه، لذلك من الطبيعي ان يكون السرو هو ذاكره الغبار هو كان السؤال عن الصوره اكيد، كيف بنيت الصوره؟ لأنه هل خفف هذا؟ يعني نحن نتحدث عن الحرب وعن القتل وعن الظلم، هل هل شعرت بان بان هناك يعني هذا يعني هذا البناء السوريالي ربما للقصيده، ولكن استخدام مفرده السنجاب هل خففت من يعني هل ناءت القصيده تحت القضيه تحت يعني سطوه أو القصيده او القضيه التي تتحدث عنها انا اعتقد بان يعني بانه اعتدنا ان تكون قصيده نثر سهل ممتنع ان تكون يعني اقرب الى الفهم اقرب الى المتلقي ربما او الايقاع صحيح. الداخلي هو ما يحكمها صحيح أه حضرتك قراتي مقطع ولكن اذا اخذت القصيده ككل نعم. تجدين انه من يعني كان من الانسب ان ان يتم العمل على الكلمات بهذه الطريقه حتى استطيع ان امسك ايقاع القصيده في هذا المجال أقو... يعني دعيني اسمح لي ان اركز على مساله مهمه هو انه التركيز على المعاني هو اهم بكثير من التركيز على الكلمات كاضلاع لانه حتى الخليل بن احمد الفراهيدي عندما وضع الاوزان الشعريه بعد ان تم التنقيط وقبلهم تم الاعراب ذهب الى اعتبار بان القافيه هي خاصه انشاديه بمعنى انه ليس من الضروره ان تجد ان ان يتم وضعها ولصقها باي شيء يمكن ان يسمى شعرا بمعنى ان يمكن الشعر ان ياخذ بها ويمكن ان لا ياخذ بها اذا استطاع ان ان يجد بدائل اخرى لا. لذلك انا اركز بشكل اساسي على المعنى على الدهشه على الموسقة الموسيقى يجب ان تكون موجوده في القصيده حتى تستطيع ان تضبط ايقاعها لان للاحرف لكل حرف من أحرف اللغة العربية وقع يمكن أن تستدلي كلمة بأخرى لأنه عندما تتخيل نفسك أنك تلقين القصيدة تشعرين بأن الجمهور سوف ينتبه إلى هذه الكلمة أكثر من كلمة أخرى تحمل ذات المعنى نعم لكن إذا ما ذهبنا إلى قصار القصص أيضا مثلا دعنا نأخذ مثال مثلا عولمة العالم بات قرية صغيرة يا ولدي، أمي أكلتنا الذئاب، هل تذهب إلى الهايكو أو الومضة؟ يعني ما لفت نظري في يعني أكثر من سؤال، في شهوة تجرون إلى حتفي وأيضاً في آه كلام يعنيني التباين، يعني هناك قصائد طويلة جداً وهناك قصائد تكاد تكون هي الومضة، لماذا ذهب إلى هذا النوع الشعري؟ آه لأن الفكرة لا تحتمل أكثر من ذلك. يعني عندما كنا نتحدث عن فكرة الحرب السورية آه، ذهبت الى قلائد آه، لرمادها المغدور، عندما اتحدث عن باريس آه، في شهوه تجرني آه، الى حتفي، ذهبت الى آه، قصيده القطار الساعه الخامسه فجرا، كانت قصيده طويله لان القصه الحادثه يمكن لها ان تحتمل ان تكون القصيده طويله ولكن والقصيدة الطويلة لا يعني أنها قصيدة مبنية على دهشة واحدة ولكن يمكنك أن تلاحظي ذلك في المقاطع هنا حقيقة هذا هذا نقاش جدا واسع وهو أقرب إلى أن يكون لا. نقاش أكاديمي تحدث عنه أكتافيو باث وفي كتاب ترجمه المرحوم ممدوح عدوان أكتافيو باث الشعر ونهاية القرن العشرين الكتاب كان يركز على مسألة وحدة ومعنى القصيدة في القصيده الطويله يميزها عن القصيده القصيره بمعنى كيف يمكن ان نخلق قصيده قصيره تجمع ما بين وحدة المعاني والنص. نعم، ولكن السؤال مثلا ويعني وال... وال... داهمنا الوقت، م. لماذا اكلتنا الذئاب؟ ما الذئاب اكلتنا يعني من لما ربما قتلنا المغول مثلا، يعني من زمان ومن ايام المدن الصغيرة اكلتنا الذئاب، لما اليوم ونحن نتحدث عن العولمة او عندما بات العالم قرية صغيرة؟ يعني هي اسئلة كثيرة ممكن ان تخطر إلى الذهن في شعر عصام التكروري، وهذا لا ينفي الجمال الموجود وهذه الفلسفة والروح التي تاخذنا الى اماكن كثيره. دعنا اسمح لنا ان ننتقل الى صدى لنتلقى اراء اصدقاء ونقاد بعد نرجع. تفضل. اسمح لنا مباشره بصدى دكتور عصام نج نحن معنا على الهاتف نحن كثير حضرتك مسرور جدا بالاتصال مع الشاعر سامي احمد ناشر دار التكوين اهلا وسهلا فيك استاذ سامي يسعد اوقاتك أستاذ مساكم يعني استاذ سامي مباشره دار التكوين هي عصيه على الكثير من الكتاب والشعراء لماذا عصام التكروري بعيدا عن الصداقه بعيدا عن الصداقه اعرف صديقي الشاعر عصام التكروري منذ اكثر من 30 عاما نعم وتعارفنا على الشعر منذ عام 1991 تماما نعم وعندما كنت اقرا نص محاولة عصام او يقرا لي نص كنا دائما نناقش هذا النص ونعيش الحياه الشعريه اكثر مما نكتب الشعر عشنا حياة شعرية أكثر من الشاعر في أرصفة دمشق وفي الجامعة وإلى ما هنالك من الأمكنة. هل هناك أه... احتكار لعصام لي... لي... التكروري أستاذ سامي؟ لا لا ليس احتكارا إنما أنشر لجميع الشعراء الجدد غير يعني من منذ ديواني الاول كلام يعني وقبله كان عندي جائزه للديوان الاول من عام الف... 2009 نعم آه، اي شاعر جديد عنده كشف جديد في الشعر آه، دائما كنا ننشر له منذ عام الفين... 2009 ولحد الان من وجهه نعم من وجهه نظر حضرتك آسف نحاول ان نستغل الوقت معك نعم. استاذ سامي كشاعر، كيف تنظر الى التقنيه الشعريه عند الدكتور عصام التكروري؟ عصام التكروري وانا برايي من المجددين بقصيده النسر من حيث التكثيف نعم. استطاع ان يكتب قصيده الومده القصيره واستطاع ان يكتب قصيده النسر الطويله بنفس الروح وبنفس الابداع وبنفس الحالة الشعرية التي يريدها الموسيقى الشعر، الشعر الموسيقى. نعم، نشكر نعم، تفضل، تفضل تفضل أستاذ. منذ دي منذ ديوانه الأول كتب الومضة القصيرة في القصيدة النسر، وفي ديوانه الثاني شهوة تجرني إلى حتي كتب القصيدة الطويلة نعم مزج فيها بين الدمشقي والحياة الباريسية عندما كانها. نعم. نعم. شكرا لحضرتك الشاعر سامي احمد صاحب دار التكوين للنشر اهلا وسهلا فيك شكرا, شكراً لتلبيه دعوتنا شكراً, شكراً, شكرا جزيلا استاذ سامي شكرا جزيلا دكتورة شكرا دكتوره شكرا لك خير شكرا جزيلا شكرا لحضرتك هل يعني لماذا لماذا يذهب عصام التكروري للنشر دائما في دار التكوين حقيقة آه آه انا لا استطيع ان اقول بعيدا عن الصداقة الاستاذ آه سامي احمد هو صديق وصديق من من عيار الذهب العتيق ف وهو شاعر بالدرجه الاولى هو شاعر وشاعر مهم وانا اطرب عندما اقرا نص لسامي احمد كما اطرب عندما اقرا نص للاستاذ سامر اسماعيل ايضا عندما يكون الناشر مثقفا وعندما يكون الناشر شاعرا يعرف تماما اذا كان ما بين يديه هو شعر ام انه هو عباره عن تجميع كلام نعم اليوم دار التكوين هي الدار الوحيده التي يقبل ادونيس ان تصدر اعماله عنها صحيح وفراس السواح وكثير من فراس السواح ايضا هو المفكر القامه الفكريه الكبيره التي ذهب التي كان ما زال التعاون مستمر بينه وبين دار التكوين لان من من على راس هذه المؤسسه هو ابن الشعر وهو ابن الكلمه لذلك هو يعرف ان يختار وانا سعيد جدا بهذا التعاون القائم الذي تقويه الصداقه ولا استطيع على الاطلاق ان افصل ما بين الصداقه مع الاستاذ سامي احمد وصداقتي مع دار التكوين نعم ولكن الاسباب الاخرى التي لها, لها علاقه بالشده و وب... يعني استحقاق هذا الشعر ليكون في دار التكوين وطبعا شرف ايضا كبير للوسط الثقافي ان تنشر قصائدك دكتور اسمح لنا ايضا ان ننتقل الى الشهاده الثانيه نعم معنا اتصال ال... ال... استاذ سامر اسماعيل الكاتب والصحفي والشاعر يسعد اوقاتك استاذ سامر يا هلا سلامات يسعد اوقاتك واوقات كل المشاهدين التربويين مساء الخير استاذ سامر يسعد اوقاتك دكتور صديقي خلي. الكبير والمبدع الذي يعني نفتخر به يا هلا يا هلا دكتور شكرا جزيلا دكتوري. انا سعيد جدا بمشاركتك وسعيد جدا فيك حقيقه انا الي الشرف والحقيقه يعني هي فرصه كثير يعني مهمه لحتى هيك نتشارك هي اللحظات سوا أهلا وسهلا فيك أستاذ سامر يعني حضرتك تتكلم عن اقتفاء خيط الدم عند عصام التكروري الذي تركته الصواطير على جثث الياسمين الدمشقي كيف تنظر إلى استخدام بعض المفردات في الحديث عن قضية القتل عن قضية الظلم مثل كنا نتحدث منذ قليل مع الدكتور عصام عن السنجاب أو حتى النرجس أو حتى الكلام عن الياسمين هل يعني وجهه نظرك حول هذه المفردات ومناسبتها لقصيده تحمل قضيه كبيره؟ لا يمكن لاحد ان يصادر على قصيده الشاعر، فما نعم. بالك اذا كان هو الشاعر هو الصديق الشاعر الكبير عصام التكروري. شكرا جزيلا. الحقيقه القصائد التي يكتبها عصام هي قصائد نهائيه بمعنى انها دائما تشعرين معها بأنه لا يخترعها وإنما يكتشفها بهذا المعنى بهذا المعنى هو دائم التأمل ولح هو دائم التفكير بالوجود وبالواقع وبالحقيقة وبما يحدث بين الوهم وبين الحقيقة لذلك هذه القصائد هي قصائد ذات نبرة خافتة صحيح لكن هي أيضا بعيدة عن الخطابية بعيدة عن المباشرة الفنية هي دائما تستوحي موضوعاتها من المكان السوري ولا سيما مدينة دمشق قلائد لرمادها المغدور مثلا هذه نعم. هذه القصيدة التي احبها جدا للدكتور عيسى وخصصتها في المقال نعم نعم وايضا ايضا يعني الحقيقة هذه القصائد تاتي ايضا من عمق معرفي واطلاع كبير وقراءات كثيفة هذا واضح تماما نعم دكتور عصام التكروري بفعل إتقانه للغة الفرنسية واللغة, واللغة العربية ولغات أخرى الإنجليزية. نعم. وهو مطل تماما على أنواع كثيرة وعديدة من الثقافة لذلك هو لديه جعبة كبيرة من آآ آآ قراءات لشعراء كبار سواء في الغرب أو حتى في العالم العربي وما يجعل ما يجعل النص الذي يكتبه عصام نص منفلت من التصنيف وحتى من التجنيس الادبي لذلك ايضا يمكن ان نقول ان القصيده التي يكتبها الشاعر عصام التكروري هي قصيده متمرده على الاشكال هي لا تدعي انها لا يعد هذا عيبا استاذ سامر لا يعد هذا عيبا وفي جانب اخر لنرى السحر في القصيده مثلا كما يقول لا تلوموا الصدا فقد تذكروا عبارته الاخيره من هنا مرت كل المعادن الوضيعه احيانا نجد او غالبا نجد ما يسحر بمقابل كما قلت قصائد بصوت خافت وهي مختلفه في الطول وفي النوعيه وفي كل شيء راي حضرتك ايضا بهذا والتمرد على الانواع الشعريه كما ما. قلت لك يعني نحن جميعا يعني عندما يعلن الدكتور عصام مثلا عن توقيع كتاب جديد فهذا بالنسبه للوسط الثقافي السوري هو حدث وهذا يعني ما ما رايناه في في توقيع كتابه الاخير اوطان بطعم <applause> السفرجل الذي ضم يعني العديد من النصوص الكثيفه بحالتها الشعوريه والكثيفه برهافتها وقدرتها على استقراء نعم. اليوم اللحظة السورية بعيدا عن تم يعني تناوله في العديد من نصوص الشعراء الذين تناولوا الحرب في سوريا شكرا نعم شكرا لحضرتك الكاتب الصحفي والشاعر سامر اسماعيل شكراً, شكراً, شكرا, جزيلا استاذ سامر وجودك معنا انا انا هاتف. بشكركم جدا بشكركم انكم خليتوني سلم على الدكتور عصام شكرا لك صديقي الغالي وان شاء الله يا رب ننتظر كتاب جديد للدكتور عصام تكروري نعم شكرا شكرا جزيلا لحضرتك ان شاء الله يعني قريبا يوجد كتاب دكتور أه بعد يعني يفترض انه يعني لسه بحاجه لسنه او سنه ونص لحتى نقدر نشتغل يعني على نصوص الساتا في قيد التطور لانه ما زلت اؤمن بالتحبير طبعا اتوجه بالشكر العميق لصديقي الاستاذ سامر اسماعيل المسرحي المهم وهو اليوم في طور تحضير الى مسرحيه انا اعتقد بانها يعني على اطلاع على النص على الاقل، اعتقد بانها سوف تحصد جوائز على غرار ما حصدت المسرحيتان السابقتان ليلي داخلي وتصحيح الوان وهو شاعر مهم. بانتظار هذا المنجز لكن استغل وقت مع حضرتك اسمح لنا نروح لشهاده الاستاذ الدكتور سعيد النحيلي بعد بنرجع قانون تفضل. <applause> لا يأبه بالقضايا الشكلية بل دائما تركيزه على النواحي الجوهرية التي تجعل منه إنسانا لامعا على مستوى المجتمع والدولة كيف لا وقد تم اختياره في الكثير ليكون عضوا في الكثير من اللجان سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الأدبي أو على مستوى الأكاديمي إذا أردت أن أوجه سؤال للأخ الدكتور عصام الأكاديمي الحقوقي المتميز الأديب القصصي الروائي المتميز فلا بد أن يخطر في بالي موضوع أو النشاط الثقافي في بلاد سوريا وأين وزارة الثقافة من هذا الموضوع ويخطر الآن في بالي المراكز الثقافية التي تم إحداثها على مستوى مناطق سوريا من شرقها الى غربها ومن شمالها الى جنوبها، فهل هناك عراقيل تنظيميه ام عراقيل وظيفيه لاستثمار هذه المراكز؟ ما الاسباب التي او ما هي العوائق التي تقف دون تطوير الحاله الثقافيه لتكون فعلا حاله قائمه بالنسبه لافراد مجتمعي؟ في سوريا شكر للاستاذ الدكتور سعيد نحيلي، استاذ القانون العام في جامعه دمشق وعضو المحكمه الدستوريه العليا في سوريا، هل من عراقيل للنشاط الثقافي ولعمل المراكز الثقافيه في سوريا؟ طبعا شكرا جزيلا للدكتور سعيد هو قامه قانونيه وطنيه فعلا نعتز بها جميعا وهو عقل جميل للعقول القانونيه الموجوده في سوريا. انا اعتقد بان المساله لها علاقه بالاساس بتمكين أصحاب الهوايات بتمكين أصحاب الأقلام الجميلة من أن يقدموا نتاجهم العلمي ونتاجهم المعرفي. اليوم هناك منافسة شديدة ما بين المراكز الثقافية من جهة ووسائل التواصل الاجتماعي من جهة ثانية. أه، نحن بحاجة. أه، أنت تلاحظي دكتور؟ في هذه أنا أعتقد أن الكلمة الكلمة الصادقة هي التي تنتصر بغض النظر. من هو حاملها عن نعم. المنبر؟ نعم. حقيقة نحن اليوم بحاجة إلى تمكين المواهب الشابة إلى تمكين اللغة بالمعنى المعرفي وليس بالمعنى الإعرابي. اسمحنا نعم. أن نذهب إلى شهادة الإعلامي الناقد ملهم صالح ونرجع تفضل في نصوصه هموم تلخص تعريف إدوارد سعيد للمثقف. الذي يقول بان المثقف لا يميل الى تهدئه الاوضاع بل يرهن وجوده الى الشعور النقدي وعدم القبول بالبسيط والجاهز اعتقد هذا التعريف يختصر عصام تكروري حقيقه فهو يحاول ان يلتقط تفاصيل الواقع السوري ويضعه امام الموروث امام العالمي وامام التاريخ يحاكمه ويمنطقه وهذه التقنيات الاساسيه التي عبرها يسجل التكروري موقفه النقدي اللاذع مما يحدث. اللافت في تجربه التكروري انه يقدم بدايات لحلول ومن الطريف اننا في بعض نصوص التكروري نلمح تاثير مهنته كمحامٍ على وجهته الادبيه دكتور عصام في اصدارك الاخير اوطان بطعم السفرجل تلمست ملامح لكاتب عمود واعد والصحافه السوريه للاسف الشديد يغيب عنها كاتب العمود البارز منذ منتصف التسعينات هل في حسبانك أن ترمم أن تكون أحد من يرمم هذه الفجوة؟ شكر كبير للاعلامي الناقد ملهم الصالح، هل في حسبانك ترميم الفجوة دكتور؟ طبعا شكرا جزيلا مرة ثانية ومحبة كبيرة للاستاذ ملهم الذي تعب كثيرا في حفل التوقيع وانا استطيع ان اقول ان لولا الجهود التي التي بذلها ما يعني لم يحظى كتاب أوطان بطعم السفرجل بهذا الاحتفاء الذي حظي به حقيقة وهو ناقد مهم وأنا أوجه له التحية ولكلمته وهو دؤوب ومحب حقيقة ومهتم. ومهتم. نعم. ومهتم. إذا تم العمل على إيجاد صحيفة سورية واحدة تستطيع أن تكون جامعة وحرة بالمعنى المسؤولية لأن الحرية لا تنفصل عن المسؤولية عندها يسرني جدا أن أكون أحد الأشخاص الذين يكتبون بها نتمنى ان تصدر هكذا يعني مجله او جريده يعني دائما نامل ونطمح بوجود بوجودكم دكتور نشكر وجودك معنا بمنبر مبتدا الكلام يعني مر الوقت وكنا كثير سعيدين بوجود حضرتك شكرا لتلبيه الدعوه الشاعر والدكتور عصام التكروري رئيس قسم القانون العام في كليه الحقوق في جامعه دمشق اهلا وسهلا فيك نورتنا شكرا جزيلا دكتورة زينة شكرا كثير لك لأنك تعبتي كتير بالإعداد وتفاجأت بهذا الكم من المعلومات اللي حضرتك اشتغلتيها وكتير تعبتي عليها شكرا جزيلا لك ولجهودك شكرا كتير للفريق الفني وبتمنى لقاءات جديده ضيوفنا غاليين علينا دكتور فرحنا بالتالي اكيد بنسعى لحتى نكون يعني لائقين بهذا الوجود فشكرا شكرا. لحضرتك شكرا اكبر لكم مشاهدينا على حسن المتابعه وقفنا معكم على ناصيه الابداع والانسانيه مع ضيفنا وما زال مبتدا الكلام ينتظر استمراريته لديكم انتظرونا في حلقة قادمه الى اللقاء